انا وانا قاعد على القهوه بعمل لا شيء، عمال اتكلم عن الرفعه اللي عملها محمد صلاح، انا في قمه سعادتي وفي قمه بؤسي، وانت عماله تتفرجي على عروض المناديل اللي مش هتشتري منها حاجه. انا اسف يا جماعه، بقى ايه ندخل بقى في خناقه؟ معلش. هي بعد كده ايه ده، انا بتكلم على مراتي كل ده؟ انا ببقى سعيد جدا في اللحظات دي. فاكرين المرجحة دي؟ كنت لما تلعبها تبقى فوق في السماء وبعدها بتترزع في الأرض. دي اسمها سيسو، زي اللعبة الأزلية بين الست والراجل. لعبة المكسب الحقيقي فيها إننا يمكن نفهم بعض أكتر. ازيك يا عم؟ الحمد لله. اهلا. اولا عشان نتفق ان شاء الله بقيه الحلقه، ما تقوليليش الرجاله، قولي لي انت او هما اللي انت مش عايز تتضم معاهم. لا بلاش نجمع. هل انت تحب اقول لك انتوا الستات، ولا اقول لك انت يا منى بتعملي كده؟ لا صح، عندك حق. هاي فايف. هاي فايف. لو عندك مشكله تحاول تحلها، يبقى في تهرب، يعني ما تروحش اللب المشكله وتحاول تحلها على طول، لازم تقعد تلف وتدور. انا ممكن اكون كنت كده في فتره من حياتي، وبعد كده لا، دلوقتي انا لا اتهرب من المسؤوليه ولا بلتوي. الولد بيبقى عامل بيبي، بروح بجيب كل الادوات، بجيب البامبر وبجيب الكيس اللي هحط فيه البامبر والمناديل المبلوله، وبخش في المسؤوليه وبخلصها كلها. انا بحس ان دي حاجه عاديه. انت بتقول حاجه عاديه؟ ايه 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 ايه، ايوه يعني جاي مش كل الرجاله بيعملوا كده ولا يقدروا. انا نفسي ما كنتش اقدر اعمل كده. انا بشوف ان دي حاجه عاديه، ما هو ابنك في الاخر. بحس ان انا بطل لما بعمل كده بصراحه. بجد انا شايف ان الرجوله ان هو يعمل اي حاجه الست تقدر تعملها او مضطره تعملها في البيت، هو كمان لازم يعملها بنفس القدر، ولو ظروفه تسمح ان هو يعمل كده اكتر يعمل كده اكتر، كغسل المواعين مثلا او التنظيف. انا مقتنع بده. فين بقى السؤال؟ والله انت برنس. طب نفسي. انت بتحب الاكل؟ انا جدا. تعرف تطبخ؟ يا لهوي. انا محشي بتنجاني ومسقعتي يتكلموا عنه. بتنقي بقى المحشي الصغير؟ بجيبه متقور واكمل تقويره. لا كده زعلت منك. لما انا عارف ان انت بتحبي تقوريه. انا شفتك طالع علمك بقى. يعني بعمل ملوخيه وبعمل كل حاجه، كل الطبيخ. يعني انت مثلا بتعمل كده لفه كده دوريه على المطبخ، بتشوف الاكل اللي ناقص وتنزل تشتريه. مراتي ما تعرفش الثلاجه فيها ايه وما فيهاش ايه، لان انا بحب اطبخ اكتر منها، هي طبخها احلى طبعا. لو بيتك انت الشريك من حر مالك ومراتك قررت هي اللي تحط اسمها على اليافطة اللي قدام البيت، انا اللي هقول لها اعملي كده؟ انت مؤمن ان البيت ده بيبقى من مملكة الست؟ طبعا 100%. مش عارفة اقول ايه. طب اتخانق مع ازاي؟ اجر شكل انا شايف انه البيت طبعا مملكة الست. اصلا معلش، انتوا بتتكلموا ان المرأة ضعيفة مثلا مين قلتيش كده؟ المرأة ضعيفة؟ صح انت معايا ان المرأة قوية جدا طبعا، واقوى من الراجل صح، ومنتشرة اكتر من الراجل، وعندها سلطة اكتر بكتير جدا واكبر. حساني ان انا قليل ولا حاجة؟ لا خالص، ولا اقدر اقول الكنبة دي خليها هنا مثلا، ولا انا مزاجي احط الشراب هنا، ولا اقدر، مع اني والله العظيم قوي جدا وممكن اعمل مشاكل وارد وعلي صوتي. في نوع كده من الرجالة مش مسالم على قد ما هو وصل للحقيقة. انا بشوف ان في رجاله كتير كويسين، ما هم شباب زي الفل اللي هم بيساعدوا ستاتهم. مش هوريتش عليا مع ان انا اللي ايه؟ ما انت ما احنا قلنا انا بقول لك بشبههم هم بيك. مش انا بقول لك بهزر. انا مؤمن بحاجه يمكن تكون دي ذروه الطيبه في الحلقه ان شاء الله، مثلا ان مفيش حاجه اسمها مساواه مثلا بين الرجل والمراه. ليه؟ لان انا شايف، انا ويا رب يا رب ما تختلفيش معايا، انا شايف ان هما مخلوقين بيكملوا بعض، فربنا سبحانه وتعالى حط فيهم حكمه ان هما يكملوا بعض يبقوا واحد صحيح. فازاي هيتساووا؟ معلش هقولك ازاي هتقارنيني، او ازاي تساوى انا بامي او ستك، مش امي، مراتي اللي فضلت حامل في كائن قاعد يكبر جواها وبعدين مرت بالام الولاده دي، ازاي انا هتساوى بيها؟ يعني المقارنة اصلا مش منصفة. وعلى الوجه الاخر بقى، احنا مش زيكو. لا انا بشوف المساواة تبقى في اجتماعيا، في الحقوق المادية، في الحقوق المدنية. ماشي دلوقتي انتوا كسبانينها دي. معرفش، ما تشاورش عليا يا اخي. لا انا اسف يا جماعة، بقى ايه ندخل بقى في خناقة؟ معلش. كنت بعمل ورقة حكومية والله العظيم الاسبوع اللي فات، مراتي دخلت معانا النونة، قلت لها انا هشيله دلوقتي، خش انت. دخلت هي بتطلع هي الورقه، هي خرجت قالت لي 5 دقايق وهستلمها. 5 دقايق استلمنا الورقه، مش عارف ازاي جالها مكالمه ايه عايزه نفس الورقه تاني لجهه اخرى. قلت لها خليكي امسكي انت البيبي، اخش بس انا اقدم لك. والله الموظف قال لي مفيش فوري، ده انت تيجي يوم الخميس. وبعد ما بص البطاقه بتاعتها اللي هي لسه عامله بيها نفس الورقه، قال لي ايه ده، انتوا مش هنا اصلا، انت تروح مش عارف فين. خرجت خدت منها البيبي، دخلت هي 5 دقايق واستلمنا الورقه الثانيه. انت واضح انك الموضوع الحاجات دي طبعا اصل في الاخر يقول لك اصل المرأة ضعيفة وعايزين حقنا، احنا اللي عايزين حقنا. لما واحد بيحب يغري واحدة في بداية العلاقة كده يقول لها ايه تعالي اما هطبخ لك، بعد الجواز بقى
تلاقي الدنيا اختلفت خالص، تلاقيه بيتهرب تماما من موضوع المطبخ ده. دي طبيعة الحياة او طبيعة المرحلة، انه الناس وهي مخطوبة بيطلعوا احسن حاجة. على فكرة مش كدب ولا تزييف، ده شكل المرحلة، وبعد كده في مرحلة تانية ده مش هيبقى موجود فيها، في حاجات احلى هتبقى موجودة. فكرة حلاوة البدايات دي موجودة على طول في كل الريليشنز، بعد كده اول بقى ما بتخش بقى في العمق تلاقي الكلام ده حاجة صعبة جدا. ما هقول لك، تعرف اصلا مشاكل الرجل والمرأة انا شايفها عدم فهم بس مش اكتر. يعني الراجل مش فاهم يعني ايه ست، والست مش فاهمه يعني ايه راجل، لان مفهوم الراجل ومفهوم الست في الشارع غلط. وما يطرح في كل الاشكال الفنيه اللي بتصدر لنا، الاغاني ولا المهرجانات ولا المسلسلات، طبعا مع احترامي للصناع، مش المفهوم المظبوط للراجل والست. ايه المفهوم المظبوط من وجهه انا شايفهم شيئين بيكملوا بعض، المحتوي والمحتوى بيكملوا مين بعض. مين اللي بيحتوي مين؟ في وقت الراجل يبقى هو المحتوي والست المحتوى، وفي وقت العكس. على فكرة دي طبيعة الخلق. مش انا ببقى في وقت قوي جدا وقادر اعمل، وفي وقت تاني محتاج طبعا حد يسندني، ودي حاجة لا تعبنا، احنا بشر طبعا كلنا عيوب. ملقى عيوب. انا مش عارف. طب بص، انا بحس دايما ماسكة ضحكة مش فاهم سببها. لا والله استنى، لا اصل انت دمك خفيف يعني، خدت الموضوع في حتة تانية خالص. لا اصل انا كنت داخلة مستحلفة لك بصراحة، لقيتك لطيف يعني. لا والله اسألي والله العظيم، لا تسألي. انا بحس ان الرجاله خلقهم ضيق في الخروجات. يعني لو خارج مثلا تعمل شوبينج للبيت او شوبينج مع مراتك، والله العظيم دايما بشوف في المولات رجاله قاعدين بكياس كتير او قاعدين كده. ايوه فاهم. لكن بقى لما يبقى في خروجه على القهوه، ايوه، او بلاي ستيشن، ايوه، بيبقى الموضوع مسلي جدا. يبقى نصلح السؤال ونجاوب عليه. يبقى احنا مش بنتخنق من الخروجات، نوع الخروجه بيفرق. شغفك غير شغفي. انا وانا قاعد على القهوه بعمل لا شيء، عمال اتكلم عن الرفعه اللي عملها محمد صلاح، انا في قمه سعادتي وفي قمه بؤسي، وانت عماله تتفرجي على عروض المناديل اللي مش هتشتري منها حاجه. يعني معلش، شايف ان دي تفاهه، ومش شايف ان انت تقعد تتكلم على رفعه الكوره دي تفاهه. الله، حلو قوي. يبقى نجد في النهايه ان فين الاستقرار. ايوان والله العظيم مش هزار، والله مش هزار. المشاركه هي اللي بتصنع ده الاستقرار، ان انا يبقى عندي الرغبه اشاركها في الشوبينج، وهي يبقى عندها الرغبه ان هي ما تعذبنيش. انت فتحتي موضوع شائك جدا بالنسبه لي انا شخصيا. يلا بينا نطلع نروح كارفور نجيب جبنه. مبدئيا يعني ايه اروح كارفور اجيب جبنه؟ ثانيه واحده ارجوكي. حلو، رحت، موافق. انا موافق يا سيدي، على سبيل ان احنا نتفسح غصب عننا. يا سيدي موافق. ثانيه واحده، ما هي دي بقى اللي بيخليك تشوف المشهد بتاع الراجل البائس اللي قاعد معاه 30 شنطه وعمال يدعي على نفسه ان هو فكر يرتبط. ليه انا رايح اجيب جبنه، ادرك مثلا ان مر 4 ساعات، يا نهار اسود، وانا لسه عمال بالصدفه بعدي على المحلات اللي نزلت سيلز على الدريسز الجديده. أنا تعاطفت معايا. لا احنا لسه ما رحناش للجبنة. هي بعد كده ايه ده، انا بتكلم على مراتي كل ده. انا ببقى سعيد جدا في اللحظات دي بجد. بحس دايما في العلاقات ان الرجاله بيبقوا حافظين كلام رومانسي بيكرروه في كده ملل يعني. لو ربنا فتحها عليهم كده وقرروا يبقوا لطاف مع الست، يقعد يقول لها وحشتيني كذا مره، ما يحاولش يجدد. هل انت من هذا النوع؟ كلنا كبني ادمين متصدرالنا الرومانسيه من خلال الاعمال الفنيه بشكل معين، فاحنا اتولدنا شفنا ان هي دي الرومانسيه، ما نعرف لهاش شكل تاني. انا نفسي انا بحب جدا الشعر، وبحب الاغاني، بحب ممكن اسمعها حاجه. اكتر حاجه بحب اعبر بيها عن حبي بجد الاكل بدون اي هزار. يعني هي بتحب اكله معينه، بحب اعملها لها جدا. طبعا ان حد يقدم للحد اللي هو بيحبه اكل، ده قمه العطاء. ده قمه الرومانسيه. دي شكرا يا الله اللي يديك طبق محشي كده مقور بالبتنجان. بس انا مراتي ورق عنب جدا يا عم. ورق عنب كله، كل المحاشي جميله. ده انا لسه عامله محشي بصل، ده طلع اختراع. الله، ده جميل. ايه ده؟ مش بعمله بصراحه. لا ده جميل جدا، جميل جدا، مسكر. احنا ممكن نبريك عشان ناكل. بحس الرجال عندهم مشاكل في التواريخ، بينسوا تاريخ جوازهم، تاريخ عيد الميلاد وهكذا. هل ده عشان تصهينوا على الهدايا؟ يعني انا مثلا عشان ما هي ما تزعلش بضطر اعمل ريمايندر، لكن مش بفتكر لوحدي، انما هي بتفتكر قبلها بشهر. يا ده انا ده عيد جوازنا ناقص عليه 5 ايام و3 ساعات و12 دقيقة و5 ثواني. انما انا عادي، انا صاحي يوم عادي جدا النهارده، ايه لا ريمايندر انا عامله طالع لي خلي بالك النهارده عشان انا البرنامج ده. على فكره انا حاسه ان انا شبه
شبه الرجاله اكتر. انا برضو بصدق والله العظيم البشر مش زي بعض ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كل الناس. ودي لو الستات اكتشفوها والرجاله لو فهموا انه فعلا مفيش ولا واحد شبه التاني ولا تجربه تشبه الاخرى 90% من مشاكلنا هتنتهي. انا عايزه اسالك على حاجه ليها علاقه بقى بالماديات. دايما الرجاله عندهم فكر كده ان هم بيعرفوا يخططوا اكتر اطلاقا، مع ان انا مين قال لك كده؟ لا لا احنا انا واللي انا اعرفهم احنا فاهمين ان الست بتخطط اكتر طبعا. بجد؟ انا ماما الله يرحمها ومراتي دلوقتي اي فلوس بتجيلي كلها اتفضلي فين مصروفي. والله. طب وات اف انت بقى اللي مسكت فلوس دي في ايدك؟ باي باي، مش هنكمل يوم التلات. باي باي حبيبي. باي والله بجد انا مش مسرف، انا مش بفهم انا بعمل ايه. انت عندك فولورز كتير على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا انا اصلا اكاد اكون منعزل عنها، يعني عندي بس اكونتس باسمي، ممكن كل 5 سنين اعمل ستوري مثلا، اكتب بوست كل 10 شهور، لكن ما بقى مش اكتف اطلاقا. في اختراق لخصوصية الإنسان حصلت والناس في العالم كله فجأة وافقوا عليها، وواحد بيحب مراته فيكتب لها في بوست أنا بحبك أوي، أنا مالي وبتعرفني ليه؟ يمكن واحد ما بيطيقش مراته او هي مش طايقاه يقرا يحقدوا عليك ويجيبوكوا ارض تروح تنام عند باباها. والله العظيم اصل انا محسوده يا جماعه، بصوا حصل لي ايه في الشراب بتاعي، انا مالي انا مالي. انا ما بحبش السوشيال ميديا للاسف. في دايما اعتقاد عند معظم الرجاله انه الراجل اللي بيعمل ماسكات او اللي بيهتم بشعره ده فرفور. ما يفرقش معايا، ما يفرقش معايا خالص، بس انا بعمل كل الحاجات دي. بجد؟ برافو عليك. مكسوف. بس ليه؟ ليه 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 مكسوف؟ هو ليه مطلوب؟ الناس لما بتكتشف يعني بيبصوا لي بصه كده، انت بتعمل الحاجات دي فعلا؟ هو ليه مطلوب من الست انها يفضل شكلها عندها 18 سنه وتهتم ببشرتها وتليط في كريم هنا وكريم تحت العين، وراجل مش مطلوب منه انه يعمل حاجه زي كده؟ وللعلم انا بعمل حمام كريم. برافو عليك. والله حبيته كده. هسألك على حاجة في آخر اللقاء، حاجة مضايقاك من الستات ممكن تسألهاني. ليه انتو او انا اسف؟ لا لا اتفضل ليه عادي. ليه انتي او ليه مراتي مثلا، ليه انتي بتقعد تتفرج على دريسز كتير جدا لغاية ما تقرر واحد من بيج معينة او براند معين ونبقى رايحين نجيبه، نتفرج على حاجات تانية كتير جدا تقتلنا فما نقدرش حتى نجيب اللي احنا عايزين نجيبه ليه؟ عشان الستات ما بيحبوش يحسوا بالندم. انا عندي على فكره الموضوع ده في الشوبينج، يعني بقعد اتفرج على حاجات كتير جدا جدا لغايه لما الاقي حاجه تعجبني. طب واخدين بالكم ان احنا انسان؟ وانا لو اشتريته مثلا ب 100 وبعدين بكره لقيته في حته تانية ب 70 هتضايق بصراحه، هحس ان انا اتضحك عليا. الاجابه مش عجباني، شكرا شكرا، حلقه جميله. والله نورتني. ايوه انا قفلت الحلقه. والله انا اتبسطت جدا. اشكرك جدا. عجبك الفيديو؟ خليك دايما معنا، اعمل لايك ومستنيين كومنتاتك، فعل زرار الجرس واشترك في القناة، وتابع كل جديد بنقدمه على صفحتنا على فيسبوك وحساباتنا على انستجرام وتيك توك وتويتر.